قالوا من إيش من علامات المحبة في هذا العصر؟ من علامة المحب أنه يشتاق لمحبوبه، فلا بد أن يقرأ في شمائل المصطفى. على الأقل عندك في خطة السنة لتعزز المحبة في داخلك أن تقرأ شمائل الترمذي، إن لم يكن فشمائل المناوي الروض الباسم، إن لم يكن فوسائل الوصول إلى شمائل الرسول للشيخ النبهاني. وهذا اللي نحن بنقرأه مجلس الثلاثة كل أسبوع، وسافرنا عقد المجلس لجويد ذا، سافرنا عقد الأخ منذر، سافرنا كان الشيخ محمد الجهني مع الأحباب، ولا عذر لمن يتخلف. هذه قراءة في مائدة الشمائل المحمدية، انتبهنا. والكتاب الثاني الشفاء للقاضي عياض، هذا إذا مر عمرك وانت ما قرأت الشفاء لا تستغرب حصول الوجع والألم، وتظل تتشكى من الكآبة والحزن، لكن اقرأ الشفاء، عسى الله يكتب لك الشفاء. الشفاء للقاضي عياض، عادة المشايخ في بعض البلدان أنهم إذا دخل ربيع الأول الأنور يقرأوا الشفاء، احنا كنا نقرأه مع الأحباب في مجالس الفجر، ولا نزال نرجع إليه مرة بعد مرة. وأمثال هذا الشفاء كتاب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الله سراج الدين. من علامة المحبة أنك الدواء تداوم على دلائل الخيرات، وأنا أجيزكم بإجازة من الشيخ الجزولي صاحب الدلائل بقراءة دلائل الخيرات. أجزناكم في هذا، أنتم ومن يتابعنا اقرأوا دلائل الخيرات. التقينا في رحلة المغرب الأخيرة في مراكش بنقباء ومقدمي قراءة دلائل الخيرات في المغرب جميعا، من العرائش إلى مراكش اجتمعوا كلهم، ما يمر يوم إلا ويحزبوا في دلائل الخيرات. شو دلائل الخيرات؟ صلوات على النبي محمد. دلائل الخيرات ما هو إلا صلاة على النبي محمد. اقرأوا هذه الدلائل، عقدناها أكثر من مرة في المعهد، اعقدوا فيها مجالس كل يوم 5 دقائق بتأخذ منكم الدلائل. هذه من علامات المحبة. من علامات المحبة أنه يمر ما يمر عليك أسبوع في هذا الزمن إلا وأنت تقرأ هذه البردة. المسألة الخامسة أن تفسحوا بيوتكم للصلاة على رسول الله. الآن نحن وياكم في ختم السنة، يدخل علينا بعد ليلة ليلتين ذو الحجة، وينقضي ذو الحجة محرم وصفر، ويأتي ربيع الأول الأنور. كان الأوائل إذا عمر بيت يعمل مولد، كان إذا تخرجت البنت يعمل مولد، إذا تزوج الولد يعمل مولد، إذا حصل له سرور يعمل مولد. بل إنني رأيت بعض أهل المحبة إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو اليقظة يصبح من فوره ويعمل مولد. ونحن اليوم عندنا أخبار سارة في الليل والنهار، وأفراح تتجدد في أوقات متنوعة. لماذا لا يكون هذه العادة المباركة، العادة المباركة التي أخاف أن تهجر في بعض البلدان؟ لذلك أسسنا مبادرة ربيع المحبين، وما ضل بيت من بيوت أهلنا وناسنا، بقول على الأقل في السنة مرة. أنا بعرف بعض المحبين لابد عنده في كل شهر مرة، لكن حتى لا يحصل الإثقال ولا يكون في كلفة زايدة ولا يشعر الإنسان بالعبء، فلا أقل من أن يكون في حياتنا السنوية قراءة هذا المولد. هذه كلها تعزز المحبة. طيب وعلى الصعيد الشخصي كيف أعزز المحبة؟ كثروا صلاة على رسول الله، إلزمي ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قفي بباب باب الله سيدنا ومولانا رسول الله، اعكف على باب رسول الله، ضلك صلي عليه، صلي عليه قد ما بتقدر، صلي عليه في روحتك، في جيتك، في طلعتك، في نزلتك، في دخلتك، في خرجتك، صلي على رسول الله.